مصلحة ريال مدريد. جارث بيل في منطقة الجزاء موسم ليثبت بأنه الرقم الصعب وليثبت حقية استمراريته بقميص الريال. وليد الكرة الأرضية عرضية بنزيما استلمها يسدد بنزيما با 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 جول. جاءكم المنقذ كريم بنزيما حطا في الجول. التمريرة من قبل كاسيميرو لكريم بنزيما استلمها داخل منطقة العمليات بيمنى وسددها على الطائر على طول وجول. بنزيما يسجل ثاني أهداف هذا. تيمور كارباخال يلعب الكرة العرضية على رأس بنزيما. الله نعم إنه كريم بنزيما يسجل أول أهداف ريال بعد عرضية كارباخال. يضعها الكريم في المرمى بصورة غاية في الروعة عند الدقيقة 25. دين كرة خطيرة خامس رودريغيز يمرر بصورة ممتازة. الله جول ثانيتي عن طريق كريم بنزيما بعد كرة غاية. جول والهدف الأول لكريم بنزيما يلف ويدور ويشوط ويفوت وكريم بنزيما يسجل الهدف الأول للريال. 1-0 كريم من أول كرة. 1-0 في وقت يسيطر فيه إشبيليا يسجل فيه الريال مدريد. 1-0 وسط فرحة المدريديين والفريق والسولدادو. كرة لمحاولة أولى المفضلة والمحببة لبنزيما يسجل مبكرا جدا ويتقدم ريال مدريد وأن تعيد خطأ الركلة الأولى. هنا بنزيما يسجل. بنزيما يسجل 7 أهداف في هذا الموسم إلى صدارة جدول الهدافين مع غيرار مورينيو ومع مودريتش. بلوك البرادي وفولو ومتابعة. هو كريم بنزيما لكن يبدو في فاول. يبدو هناك نشوف حكم اللقاء القرار ده هدف لكريم بنزيما وانتظار الفار امامنا هنا من قبل حكم اللقاء في اللقطه الماضيه. لكن ماركو ديمتروفيتش ريال مدريد وبنفس طريقه راموس يضعها امامنا هنا في المرمى. كريم بنزيما المتالق الحقيقه اللي اصبح هو النجم والسوبر ستار في فريق نادي ريال مدريد بما يقدمه الحقيقه من عطاءات وامكانيات كبيره. كريم بنزيما مع زيدان جالاتا سراي 6 فوز على ايبار وهدف التعادل. هدف التعادل روعه روعه. هدف التعادل هو كريم وهو كريم بنزيما. كره ملعوبه من مودريتش ياتي كريم بنزيما من كره ثابته. بقول لحضراتكم احيانا كثيره في كره القدم لا تنظر الاداء لكن يعود الريال بفضل كريم بنزيما اللي بيسجل هدفه العاشر وعشرة على عشرة في اللقطه الماضيه. الى فالفيردي يحاول يلعب الكره العرضيه وبنزيما نعم جول يأتي عن طريق كريم بنزيما يسجل. نعم يضيع مرة يضيع الثانية لكن الثالثة مبنى رأسية وكورتوا بنزيما يا ولد يا كورتوا كورتوا بنزيما وهدف التعادل. هدف التعادل هدف التعادل الكلاسيكو سيكون ما بين أصحاب القمة المشتركة. يأتي التعادل لكريم بنزيما في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع. كورتوا ده يلعب الكورة بالرأس ترتد من قومه. با 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 رائع اخطفها بسرعة ومررها بسرعة لبنزيما مسجل هدفين وصانع ثالث. شوط أول كان فيه البطل هذا الصغير رودريغو اخطف الكرة. رودريغو بسرعة شوفوا معي الإعادة كيف سرع في تمرير الكرة في اتجاه بنزيما. رودريغو لم يضيع ثانية واحدة. كرة صعبة لكارباخال بنزيما جول 80 بعدما سجل في نهاية الشوط الأول صارت 5 النتيجة الآن. لعبة ولا أروع من هنالك على الجهة اليمنى في التوغل ويأتي كريم بنزيما على الخط من كرة كارباخال ليسجل. فرصة 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 ويا جول
جول جول جول جول بنزيما جول يفتتح المجال ويفتتح باب التهديف لفائدة الريال. مارسيلو يتارك الأمر، مارسيلو يرفع كورة، جول جديد بنزيما، جول برأسي هكذا والتخصص بنزيما. نعم في الوقت